عناوين والنشرة، أهلا بكم. برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لبلادها. الذكي يكشف اعتماد المعايير الكونية للمحاكمة العادلة. وقبل رمضان المهنيون يطمئنون المغاربة بشأن الأثمان. ولرصد الجريمة وزارة الداخلية تكشف تثبيت كاميرات في شوارع وفضاءات المدن. مكتب اقتصادي خاص للمغرب لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وعرب جلالة الملك عن أحر التهاني لأمير دولة الكويت وأصدق المتمنيات للشعب الكويتي بموصول التقدم والرفاه في ظل قيادة سموه الحكيمة. كشف مولاي الحسن الذكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن رئاسة النيابة العامة بادرت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وخاصة المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات. طمأن مهنيو مختلف القطاعات بشأن أثمان ووفرة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع قبيل حلول شهر رمضان. وأكد المهنيون أن الأثمان شهدت بعد فترة ارتفاع تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق ومسالك التوزيع. كشفت وزارة الداخلية معطيات جديدة حول المراقبة الأمنية بالشوارع والفضاءات العمومية لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة ضمن جواب قدمه عبد الوافي الفتيت على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. قال الوزير تعمل وزارة الداخلية بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عملات وأقاليمي المملكة في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات. أصبح المغرب يتوفر على مكتب اقتصادي خاص لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هذا المشروع الاستراتيجي ينفذ بدعم من رئاسة الحكومة وعدة مؤسسات وطنية، سيتيح للمملكة التزويد بأداة تتوفر عليها جميع البلدان الأعضاء في المنظمة ذاتها البالغ عددها 38 بلدا، قصد تعزيز الصورة الاقتصادية للمغرب وإشعاعه الدولي.